السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، هنحل مع بعض بعض الأسئلة من أسئلة السنوات السابقة ابتداء من 2017 لحد 2020 أو 2021. طبعا في أجزاء تانية هيكون فيها بقية الأسئلة إن شاء الله لحد 2022. كل الفكرة إن احنا بنجمع مجموعة من الأسئلة المنتقاة في أسئلة الإساي كويستشنز اللي ممكن تيجي في الامتحان. طبعا أسئلة الإساي كويستشنز بتبقى بسيطة وسهلة، بس بنقدر من خلالها إن احنا نراجع المعلومات عن الشابتر كلها. مجموعة الأسئلة اللي انتقيناها من أسئلة السنوات اللي فاتت فيها أفكار متكررة وفيها أفكار مختلفة. يعني مثلا أنا لو شفت أول سؤال عندي هنا كلهم بيطلب مني الإكسترما أوف فاليو، فأنا كان ممكن أحل سؤال واحد وأكتفي بده، لكن انا هراجع على فكرتين: فكره الديريفيتيف بتاع المالتبلاي اوف تو فانكشنز، فكره الديريفيتيف بتاع الاكسبوننشال فانكشن، فكره الديريفيتيف اوف ديفيجن اوف تو فانكشنز، وفكره الديريفيتيف المباشر. مهم جدا ان انا افهم السؤال عندي، يعني ايه فايند ذا اكسترما فاليو؟ اكسترما فاليو يا جماعه يعني الابسوليوت ماكسيموم الابسوليوت مينيمم. هي الستبس بتاعتنا اللي بنتخذها في الحل. اول حاجه بنعمل الفيرست ديريفيتيف، بناكل الفيرست ديريفيتيف بزيرو، نطلع الكريتيكال بوينتس، نتاكد ان هم موجودين في الدومين اللي هو محدده، وبعد كده نبدا نعمل سبستيتيوت لمين؟ للباوندرز بتاعت الدومين وللاكسترم او سوري للكريتيكال بوينتس، واكبر فاليو فيهم كلهم هتبقى هي الابسوليوت ماكسيموم، واصغر فاليو فيهم هتكون هي الابسوليوت مينيموم. نبدا في البدايه مع الاف داش اوف اكس. طبعا انا بحل كويستشن 1 اللي هو 2017. ده equals ايه الديريفيتيف يا شباب؟ equal طبعا 4 تايمز 3 يبقى 12x باور 3 ماينس 3 تايمز 4 برضه 12x باور 2. طبعا ده هنقول له equals 0 عشان نجيب الفيرست ديريفيتيف equal 0. هناخد كومن فاكتور 12x باور 2 ويفضل عندي هنا x ماينس 1 equal 0. كده يا اما الx equal 0 يا اما الx equals 1. يبقى انا عندي الاكس ايكوال 0 و1، ال 0 وال 1 موجودين في الانترفال ولا بره؟ طب افرض حاجه منهم بره، مش هعمل لها سبستيتيوت ولا هشتغل عليها. ال 0 موجوده بين النيجاتيف 1 وال 2، وال 1 كذلك موجوده بينهم. يبقى انا هجيب اف اوف نيجاتيف 1 واف اوف 0 واف اوف 1 واف اوف 2. طيب في نقطتين مهمين مش ممكن ان يكون في حد لسه بيتلخبط فيهم بعد ما خلصنا وحلينا كم الاسئله الكبيره اللي احنا حليناها في الشابتر كلها. انا مين دول؟ دول ال0 وال1 اللي هم بتوع الكريتيكال بوينت، والباوندرز بتوع الانترفال اللي هي النيجاتيف 1 وال2. طب السبستيتيوشن هيبقى في الاف داش ولا الاف؟ يا راجل ده انا كاتب لك اف، يبقى السبستيتيوشن في الاف. فانت هتعمل في كل فاليو من دول، هتعمل لي 3 والاكس باور 2 ماينس 4 سوري دي 4 4x باور 3 اللي هي الانترفال الرئيسيه، ومره احط هنا في البراكتس نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1، ومره 0 0 ومره 1 1 ومره 2 2. طبعا الاف اوف نيجاتيف 1 دي هتطلع ايه؟ 3 تايمز 1 ماينس 4 تايمز نيجاتيف 1 يعني بلس 4، تطلع ب 7. يبقى الاف اوف نيجاتيف 1 هتطلع 7. طيب الاف اوف 0 هتطلع 3 تايمز 0 ماينس 4 تايمز 0، تطلع ب 0. ال f of 1 يعني 3 times 1 minus 4 times 1 بنيجاتيف 1. ال f of 2 هتطلع 3 times 2 power 4 اللي هي تبقى 48 minus 4 times 2 power 3 اللي هي 32 يعني 16. طبعا انت تعمل substitution على مهلك. اكبر value في دول اللي هي 16 واصغر value في دول النيجاتيف 1. يبقى ال absolute maximum والابسوليوت مينيمم. الابسوليوت ماكسيمم يا شباب ايكوالز مين؟ الابسوليوت ماكسيمم فاليو اللي هي 16. طب امتى؟ ات الاكس ايكوالز 2. طب الابسوليوت مينيمم اللي هي النيجاتيف 1 امتى؟ ات الاكس ايكوالز 1. كده خلصنا، يبقى ده اول سؤال كده اتحل. شوف السؤال اللي بعده نفس الفكره، هنعمل ديريفيتيف. اول حاجه هنحدد الدومين. الدومين عندي اللي هو مين؟ R except مفيش except. ليه؟ لأن الدينومينيتور ده عمره ما يبقى equal 0. خلي بالك ده لو كانت x باور 2 minus 1 كنت هقول R except negative 1 1. طب لو هي R except negative 1 1 كنت هشيلهم من هنا، بس أنا كده x باور 2 plus 1 دي مالهاش solution فعمرها ما تبقى 0. تاني حاجة بقى هنجيب الديريفيتيف عادي اللي هو ال f dash of x. وأنا قلت إن الديريفيتيف في الكريتيكال بوينتس وفي المسائل دي لما بيكون في دينومينيتور ما تتخضش خالص، لأنك مش هتستخدم الدينومينيتور في الـ result. ادي x باور 2 بلس 1 all باور 2، denominator باور 2.
derivative النيوميريتور بفور تايمز الدينومينيتور ادي اكس باور 2 بلس 1 ماينس derivative الدينومينيتور ب 2x تايمز النيوميريتور يبقى 2x تايمز 4x. جميل جدا. طبعا ده كله ايكوالز كام؟ ايكوال 0. طب لما ده ايكوال 0 الدينومينيتور ملوش لازمه عندي، يبقى انا هشتغل على النيوميريتور. ادي 4x باور 2 بلس 4. ليه؟ لان انا دخلت ال 4x باور 2 بلس 4 جوه. ماينس 8x باور 2. يا سلام على الجمال. دلوقتي انا هعمل سمبليفاي. ادي 4x باور 2 مع نيجاتيف 8 يبقى نيجاتيف 4x باور 2 بلس 4 ايكوالز 0. هناخد نيجاتيف 4 كومن فاكتور، هيفضل عندي x باور 2 ماينس 1 ايكوال 0، يعني ال x ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف 1. طيب ال نيجاتيف 1 موجوده، هي اصلا واحده من الباوندرز، ال 1 موجوده جوه وال 3، يبقى انا هجيب f of نيجاتيف 1 f of 1 و f of 3. هنعمل سبستيتيوشن. سبستيتيوشن فين؟ نفس الكلام في الفانكشن الرئيسيه. 4 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 1 باور 2 اللي هي 1، يبقى 1 بلس 1 ب 2 يبقى ادي 2، يبقى دي بكده نيجاتيف 2. 1 يا جماعه يبقى 4 اوفر 2، ادي 4 اوفر 2 اللي هي 2. طب لما تبقى 3 يبقى 4 تايمز 3 ب 12 اوفر 3 باور 2 اللي هي 9 بلس 1 يعني 10 اللي هي تطلع ب 6 اوفر 5. اكبر فاليو في دول مين؟ ال 2، واصغر فاليو في دول مين؟ النيجاتيف 2. يبقى انا عندي ابسليوت ماكس وابسليوت مينيمم. الابسليوت ماكسيمم قلنا اللي هي ايكوالز كام؟ اكبر واحده 2، يبقى 2 ات الاكس ايكوالز 1. ابسليوت مينيمم نيجاتيف 2 ات الاكس ايكوالز نيجاتيف. نشوف السؤال اللي بعده، ده سؤال مشهور قوي في الامتحانات، هو question number 3 الاخير ده. هنا هنقول ايه؟ هنا عندي ال f dash of x equals نفس الفكرة، عندي 10x وعندي e power negative x. طيب ال derivative بتاع ال 10x ب 10 times e power negative x plus derivative ال e power negative x ب negative، يبقى خلي دي minus، ادي e power negative x وادي 10x زي ما هي، يبقى خدت derivative الاولاني في الثاني plus derivative الثاني في الاولاني. خلي بالك ان انت لما تشتغل انت شغال على الانترفال دي. طب جميل جدا، هاخد 10 e power negative x common factor، هيفضل هنا 1 minus x، يبقى على طول ال x equals 1. طب دي مفيش حاجة مستحيل دي تبقى 0، يبقى ال x equal 1. طب ال 1 موجود؟ اه موجود، يبقى انا هجيب f of 0 f of 1 و f of 4، نعمل لهم substitution. طبعا لما نعمل ال substitution ال f of 0 هتيجي تقول لي 10 times 0 في ال e power اي حاجة دي ب 0. هنا في 10 باور 1 يبقى 10 تايمز 1 تايمز e باور نيجاتيف 1 يعني اوفر e، وهنا 4 يبقى 10 تايمز 4 اللي هي 40 اوفر e باور 4، لان e باور نيجاتيف 4 يعني e باور 4 تحت. طبعا انا دلوقتي محتاج اعرف مين اكبر ومين اصغر حاجه في كل دول. طبعا دي المينيمم اكيد ثابته، بس عايز اعرف طب مين اكتر، ده ولا ده؟ والله اعملها على الكالكليتر عادي، طلع سوري طلع الكالكوليتر بتاعتك كده واشتغل عادي جدا. هتعمل substitution، هتعمل أول حاجة 10 over وادي e، الأولانية دي هتطلع كام؟ 3.6، ادي 3.6. التانية هنغير بس ال values فوق، هيبقى عندي هنا e power 4 وفوق عندي في 40 هتطلع 0.7. جميل جدا. طب لما دي 0.7 يبقى دي اكبر، يبقى ال absolute maximum اللي هي equals كام؟ 10 over e at ال x equals 1، وال absolute minimum equals 0 at ال x equals 0. شوف السؤال اللي بعده، في
في 2019 كان في سؤال بيقول find the value of A and B such that the curve has inflection point at 3 and negative 9. أعتقد أن السؤال ده قتل حلاً، حلينا منه كتير جداً بنفس الفكرة، لكن برضو أنا لازم أفهم أنه هو سؤال مهم جداً. ليه؟ لأن أنا لازم أفهم المعنى بتاع أن 3 and negative 9 دي inflection point. أول معنى هستفيده من أن دي inflection point أن الـ f of 3 للكيرف equals negative 9. تاني معنى هستفيده إن هي inflection point يعني الـ f double dash of 3 equals 0. حلو كده؟ تمام كده. نيجي أول حاجة نقول الـ f of 3 بقى هشيل الـ x وحط مكانها 3، يبقى دي 27 اللي هي 3 power 3 plus a times 3 power 2 يعني 9a plus b times 3 يعني 3b equals، أنا قلت الـ f of 3 equals negative 9، أدي negative 9 يا جميل. يبقى أنت عندك 9a plus 3b equals، ده هيروح هناك كده يتفسح فهيبقى negative 36. نعمل كله divided 3 تبقى 3a plus b equals negative 12، وبكده أنا أبقى حصلت على أول equation هشتغل بيها. طب تاني equation هنستنتجها منين؟ تاني equation هنستنتجها من الديريفاتيف. تعالوا نجيب الديريفاتيف. أول حاجة ال y dash 3x power 2 plus 2ax plus b y double dash. طب ليه أنا ما اشتغلتش على ال first derivative؟ لأنه هو قال inflection، ما قالش local maximum ولا قال local minimum، يبقى على طول equals 6x plus 2a. طيب هنا المعلومة التانية إنه ال f of 3 ال f double dash of 3 equals 0، يعني لو شلت ال x وحطيت 3 فهتبقى 6 times 3 ب 18 plus 2a equals 0. ده معناها ان 2a equals negative 18 يعني ال a equals negative 9. جميل جدا. هناخد ال negative 9 دي ونروح لل equation a ونعمل لها substituting. طيب ازاي؟ اهو كده يا جميل، هتاخد ال equation اهي دي كده وتعمل substitution. انت عندك ال a بكام؟ ب negative 9، يبقى دي 3 times negative 9 plus b equals negative 12. أدي negative 27 plus b equals negative 12 يعني ال b equals 15. أنا كده طلعت ال a وال b. أيوه هو كان طالب find the value of a and b. شفتوا الدنيا سهلة ازاي؟ جدا طبعا. نروح نشوف السؤال اللي بعده. Question 3 will you find the maximum area of isosceles triangle should be drawn inside a circle whose radius equals 12. من الأسئلة الجميلة اللي بتتكرر كتير، بنستخدم فكرتها في حالتين شبه بعض جدا. الحالة الأولى لو في isosceles triangle inside circle، الحالة التانية لو في كون inside sphere. الاتنين نفس الكيس تقريبا. طيب احنا بنعمل ايه علشان نحل؟ هنرسم الأول وبعدين هقول لكم كده حاجة شبه كأنها يعني special case المفروض ان انتوا تبقوا عارفينها وانتوا بتحلوا الاسئله زي دي. اول حاجه احنا هنرسم السيركل عاديه جدا، تاني حاجه هنرسم جواها الايسوسلس تريانجل عادي جدا برضو، ادي ايسوسلس تريانجل، وهنرسم السنتر بتاع السيركل علشان نرسم الريدياي اللي هنستخدمها. حتى هنا المهمة اللي احنا المفروض ان احنا نبقى عارفينها هي انه لو ده السنتر بتاع السيركل، ده radius، ده radius، وده كده ال height of triangle، صح؟ طب المعلومة اللي انا المفروض ان انا ممكن لو رسمت الرسمة اجيب ال result بدون steps خالص، المعلومة اللي انا المفروض ان انا اعرفها ان هو ما دام اداني ال radius يبقى انا اقدر اقول ان ال radius ده هنا equals 12، يعني الجزء ده 12 والجزء ده 12. طيب أنا كنت عارف إن الترينجل لما بيترسم inside circle، الانسكرايب ترينجل inside circle، السنتر بتاع السيركل ده بيبقى point of intersection of medians، فده كده median، يعني ده 12 يبقى ده half ال 12 يعني 6. يبقى على طول أنا بفهم إنه الراديوس السنتر بتاع السيركل بيبقى في point of intersection of medians، يبقى لو ده 12 الجزء الباقي ده 6. طب الجزء اللي هنا ده اللي هو الرايت هنجيب منه من بايثاغوراس. انا قلت ان لو كان في سايد هاف الهايبوتنس يبقى السايد الثاني بيبقى نفس اللينث بتاع السايد تايمز روت 3، او تجيبها بايثاغوراس يبقى دي 6 روت 3
ودي 6 روت 3. شوف انا بحل السؤال كله بدون ستيبس، وبعدين هنرجع نحل بستيبس، لان انت الكلام ده بتعمله بس لو جالك السؤال في ام سي كيو. طيب يبقى على طول الاريا ايكوالز مين؟ الاريا ايكوالز هاف تايمز البيز تايمز الهايت. الهايت بكام؟ 6 و 12 ب 18، والبيز 6 روت 3 بلس 6 روت 3 ب 12 روت 3. الكلام ده كام يا جميل؟ هتروح عامل لي مثلا سمبليفاي، تبقى دي 6، يبقى 6 تايمز 18 اللي هي تطلع 108 روت 3، يبقى 108 روت 3 سنتيمتر باور 2. طيب ده كده بدون ستيبس. طب لو عايز اشتغل بستيبس عادي جدا، انا طبعا المعلومات اللي عندي مفيش، انا ال 6 دي انا اللي استنتجتها دلوقتي، مع العلم ان انت ممكن تستخدم بعض الحاجات اللي انت عملتها دلوقتي وتقول ان دي رولز يعني، وتكتب نفس الكلام ده لو شرحته خلاص. بس انا هقول لك على حاجه حلوه، انت كل اللي انت هتعمله ايه يا جميل؟ هتروح قايل لي ان انا هفترض ان ده اكس وده اكس، لان ده كده ميديان، الهايت في الايسوسيلس ترانجل بيبقى ميديان، وده واي. الريليشن بتوين الاكس والواي بتقول ايه؟ بتقول ان الواي باور 2 ايكوالز 12 باور 2 ماينس اكس باور 2، صح؟ ايوه. او خلينا نقولها بشكل تاني، y باور 2 بلس x باور 2 ايكوالز 12 باور 2، يعني برضو اقدر اقول ان x باور 2 ايكوالز 12 باور 2 ماينس y باور 2، اي واحده منهم صح. طيب انا محتاج ايه من كل ده؟ محتاج الاريا اوف ترانجل. الاريا اوف ترانجل اللي هي ايكوالز مين؟ هاف البيز تايمز الهايت، ادي البيز وادي الهايت. البيز يا جماعه اللي هي مين؟ اللي هي 2x. طيب ادي جميل 2x. طب الهايت اللي هو ده كله يعني y بلس 12، جميل جدا برضو. الهاف راحت مع ال 2، فضل عندي x تايمز y بلس 12. طيب دي الاريا، دول 2 variables، انا ما عنديش 1 variable عشان اشتغل عليه. عادي جدا جدا جدا، انت ممكن تعمل ايه يا جميل؟ انت ممكن تشيل ال y وتحط مكانها x، او تشيل ال x وتحط مكانها y. طب انا لو فكرت اشيل ال x مثلا واحط مكانها y، يبقى عشان اجيب x من هنا هقول له ان ال x equals root الكلام ده 144 minus y باور 2. ناخد الاكس الجميله دي بشكلها الجميل ونعمل لها سبستيتيوشن، اشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ روت 144 ماينس واي باور 2 تايمز واي بلس 12. الشكل اللي اتكرر كتير جدا، ده كله انا لسه ما عملتش ديريفيتيف. الشكل ده اتكرر معايا كتير جدا في اسئله درس الابلكيشن. طيب بعدين والله احنا ممكن نعمل كده عشان نرتب الدنيا ويبقى السؤال كله قدامنا. يلا بقى ديريفيتيف، يبقى ديريفيتيف الروت، ديريفيتيف الفيرست اللي هو عباره عن ايه؟ ديريفيتيف اللي جوه الروت يعني نيجاتيف 2y اوفر 2 تايمز الروت، اظن حاجه بقت خلاص معتاده. ده ديريفيتيف الفيرست تايمز السكند اللي هو y بلس 12 بلس ديريفيتيف السكند اللي هو 1، ديريفيتيف ده كله 1 تايمز الروت، يبقى ادي الروت زي ما هو. جميل جدا. طبعا اول حاجه 2 راحت مع 2، بعدين نبدا نعمل سمبليفيكيشن. طبعا ده كله احنا هنعمل له ايكوالز 0. لما اعمل ايكوال 0 يا جماعه الستيب اللي بعدها خلاص بقت محفوظه، ان انا بعمل تايمز الروت هنا وهنا وفي الزيرو. طبعا الزيرو ما بيتاثرش، فالروت اللي تحت ده بيختفي. الروت اللي تحت ده بيختفي ويفضل مكانه مين؟ نيجاتيف واي تايمز واي، نيجاتيف واي باور 2، ونيجاتيف واي تايمز 12 بنيجاتيف 12 واي بلس. طبعا ده لما بيتعمل له تايمز الروت نفسه، انا هعمل تايمز روت ال 144 ماينس واي باور 2 هنا وهنا وهنا. طبعا هنا راح اللي تحت معاها، طب هنا الروت هيروح مع الروت، لان انا كانها 144 ماينس واي باور 2 تايم باور 2، فهتبقى 144 ماينس واي باور 2 ودي ايكوالز 0. لو انت مش فاهم الكلام ده يبقى لازم ترجع لفيديوز بتاعت حل درس الابلكيشن، لان نفس الاكسبريشن ده كده او نفس الشكل ده جالنا اكتر من 5 أو 6 مرات في نفس الاكسرسايز اللي هو معمول على 2 بارتس. طبعا هنا في نيجاتيف 2 y باور 2 ماينس 12 y بلس 144 ايكوال 0. هنعمل ديفايدد نيجاتيف 2 y باور 2 بلس 6 y ماينس 72 ايكوال 0. يبقى على طول هتروح تعمل لها سوليوشن على الكالكليتر او فاكتورايزيشن زي ما تحب، هتبقى x بلس 12 و x ماينس 6.
يعني يا إما الـ x equals 12 أو negative 12، طبعا ده refused، يا إما الـ x equals sorry x a y، يا إما الـ y equals 6، وهي دي الـ value بتاعتنا. يبقى أنا الـ y طلعت بـ 6. شفت ده كله علشان أوصل إن أنا أعرف إن دي الـ point of intersection of medians اللي هي half الجزء اللي فوق. طبعا الكلام ده تطبقه في الـ isosceles triangle مع مين؟ مع الـ circle. في مين كمان؟ في الكون مع السفير. تمام؟ تمام جدا يا شباب. طب يلا نجيب الاكس بقى. ادي الاكس ايكوالز روت 144. ما انا عندي الفاليو بتاعت الاكس اللي هي روت 144 ماينس، او ممكن خلاص بدل ما تجيب الاكس تعمل سبستيتيوشن هنا، يبقى الاريا ايكوالز روت 144 ماينس الواي باور 2 اللي هي 36 تايمز 6 بلس 12 اللي هي تطلع 108 روت 3 سنتيمتر باور 2. وبكده يبقى حلينا السؤال بالستبس بالتفصيل الممل زي ما حليناه بالسبيشال كيس من غير ما نتعب نفسنا. هنشوف السؤال اللي بعده. في 2017 second session بيقول لي determine the maximum and minimum local values for the function such that f of x equals كلام ده، then determine the inflection point if exist for this function. ولا حاجة، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ local maximum وال local minimum وال inflection لنفس الكيرف، يعني انا هشتغل على first derivative وعلى second derivative مع بعض. اول step عندي يا شباب هنجيب ال f dash of x equals 3x power 2 minus 6x minus 9. طبعا هنعمل لها equal 0. طبعا نعمل divided 3 علشان نعرف نعمل factorization، او ممكن تحلها ABC بدون divided 3 على فكرة على الكالكوليتر لو انت عايز. يبقى في هنا x power 2 minus 2x minus 3 equals 0، يعني دي عبارة عن x minus 3 x plus 1 equals 0، يعني يا إما ال x equals 3 or ال x equals negative 1. طبعا الدومين بتاعها R يبقى هو موجود. يبقى أنا عندي هنا 2 critical points عند ال x equal 3 وال x equal negative 1. نعمل بقى النمبر لاين عشان نعمل check لل local maximum وال local minimum value. وفي الحالة دي انت ممكن تحسب local maximum local minimum بدون ما تعمل النمبر لاين، وبدون ما تعمل اللي هو substitution بطريقة سهلة جدا. ايه هي؟ وده اللي هي احنا قلنا التفاضل ما بين، يعني انت لازم تفاضل ما بين الحلول المختلفة اللي عندك علشان توفر وقت. انا اصلا هجيب الانفليكشن بوينت، يعني اوريدي هجيب السكند ديريفيتيف. ما تجيب السكند ديريفيتيف وتسبستيتيوت ال3 والنيجاتيف 1 عشان تعرف مين لوكال ماكسيمم ومين لوكال مينيمم. هنجيب السكند ديريفيتيف اللي هو اف دبل داش، عرفت؟ بدون ما تعمل السبستيتيوشن هنا وتشوف انكريز ديكريز والكلام ده. ليه؟ لانك انت لو هتقعد تشوف الانكريز ديكريز انكريز او العكس، يعني وات ايفر ما كانت، هتاخد وقت. وانت كده كده هتجيب السكند ديريفيتيف، يبقى هات السكند ديريفيتيف اللي هو مين؟ derivative الكلام ده بكام؟ 6x minus 6. هنسبستيتيوت ال f double dash لل negative 1 وال f double dash لل 3 ونشوف الريزلتس هتطلع ايه. في ال negative 1 دي هتبقى negative 6 minus 6 يعني negative، يبقى local maximum. طيب عند ال 3 يبقى 6 times 3 ب 18 minus 6 تبقى positive، يعني local minimum. انا طبعا كنت قايل قبل كده ان احنا بنعمل اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم بالسكند ديريفيتيف العكس، يعني لو كان نيجاتيف تبقى ماكسيمم، لو كان بوزيتيف تبقى مينيمم. طب جميل جدا، هو اصلا في السؤال طالب ايه؟ وخلي بالك من هنا ان احنا ممكن ننقص. هو بيقول لي عايز اللوكال ماكسيمم فاليوز. يعني ايه عايز اللوكال ماكسيمم فاليوز؟ يعني انت عرفت ان هي لوكال ماكسيمم عند النيجاتيف 1، يبقى تروح تسبستيتيوت نيجاتيف 1 في الفانكشن الرئيسيه اللي هي اف اوف نيجاتيف 1 negative 1 power 3 ب negative 1 minus 3 times negative 1 power 2 يعني minus 3 minus 9 times negative 1 يعني plus 9 اللي هي equals كام يا جميل؟ ادي negative 4 يبقى 5. طب يبقى انا عندي هنا local equals 5. امتى؟ at ال x equals negative 1. طب local minimum يبقى انت هتعمل substitute لل f of كام؟ f of 3. طب f of 3 equals كام يا جميل؟
يلا substitute 3 power 3 ب 27 minus 3 times 3 power 2 minus 27 minus 9 times 3 minus 27 يعني equals negative 27. يبقى local minimum value equals negative 27 at x equals 3. خلي بالك انت لازم تبقى فاهم ده. طيب هو بيقول لي determine the inflection point if exist ولا حاجة. هتروح تأكولي ال second derivative بزيرو، هتقول ان 6x minus 6 equals 0 يعني ال x equals 1. طب ال 1 فين يا جميل؟ اهو عشان اعرف ان هو ده عشان الانفليكشن، عشان اعرف ان هو انفليكشن ولا مش انفليكشن خد لي اي بوينت قبل ال 1 وسبستيتيوت second derivative واي بوينت بعد ال 1 وسبستيتيوت second derivative. واحد هيقول لي طب هروح اعمل تشيك واجرب. يا حبيبي بقى انت اصلا مجرب هنا، يعني انت اصلا لسه مطلع الاف دبل داش بتاعت النيجاتيف 1 طلعت بايه؟ نيجاتيف يعني كونفكس ابورد، عشان كده كانت لوكال ماكسيمم. وطلعت الاف دبل داش لل 3 ببوزيتيف، هتروح تعمل سبستيتيوت تاني ليه؟ يبقى دي كونفكس داونورد. يبقى دي انفليكشن ولا لا؟ يبقى ذا فانكشن هاز انفليكشن بوينت، في انفليكشن بوينت اللي هي مين؟ اللي هي 1 وحاجه اللي هي عند الاكس ايكوال 1. طب يلا سبستيتيوت الاكس ب 1، يبقى 1 ماينس 3 بنيجاتيف 2 ماينس 9 نيجاتيف 11، يبقى 1 ونيجاتيف 11، دي اللي هي الانفليكشن بوينت. كده السؤال اتحل كله بالتفصيل، ونركز على نقاط مهمه جدا اتقالت واحنا بنحل. ايه هي؟ انك انت لازم تبقى عارف المعنى للسؤال، معنى كلمه انه يديني انفليكشن بوينت، والمطلوب ايه؟ هل هو مطلوب اللوكال ماكسيمم فاليو ات الاكس ايكوال كام ولا اللوكال ماكسيمم فاليو نفسها؟ هل هو مطلوب اللوكال مينيمم فاليو ات الاكس ايكوالز كام ولا مطلوب اللوكال ماكسيمم لوكال مينيمم او لوكال ماكسيمم نفسها؟ هل هو عايز الانفليكشن بوينت ولا عايز انفليكشن بوينت ات الاكس ايكوال كام؟ فلازم افرق بين كل واحده بالثانيه عشان ما ابقاش عارف انا الحل وبروح اجاوب سؤال في مكان سؤال غيره. شوف السؤال اللي بعده. هنا في 2018 الفيرست سيشن كان في سؤالين ورا بعض متعلقين بشابتر 3. السؤال الاول بيقول لي find the local maximum value and local minimum values of the function، والفانكشن اللي مديها لي. طبعا على طول هنحل ايه الاول؟ هنقول له ان الاف داش اوف اكس ايكوالز 3x باور 2 ماينس 3. جميل جدا. بعدين ناخد الفيرست ديريفيتيف ده نعمله ايكوال 0. ناخد 3 common factor يفضل x power 2 minus 1 يبقى equal 0 يعني ال x equals positive negative 1. طيب انا دلوقتي عايز اعرف هل هي local maximum ولا local minimum وال inflection points بتاعت ال curve if exist. يبقى هستخدم مين؟ زي ما انا قلت دلوقتي second derivative. يبقى second derivative يا جميل، second derivative بتاعنا اللي هو derivative ده يعني 6x. طيب second derivative امتى بيبقى equal 0؟ عند ال 0. هنعمل number line، او قبل ما تعمل النمبر لاين انا عايز اعرف مين من دول لوكال ماكسيمم ومين من دول لوكال مينيمم. هجيب الاف دبل داش لل1 والاف دبل داش للنيجاتيف 1. اف دبل داش لل1 يا جماعه اللي هو ده 6 تايمز 1 ب 6 يعني بوزيتيف، واف دبل داش للنيجاتيف 1 ب 6 تايمز نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف، يعني دي لوكال مينيمم ات الاكس ايكوالز 1 واللوكال مينيمم ايكوالز كام؟ at x equal 1. يبقى هتروح substitute في الفانكشن الرئيسية ب 1 يعني 1 power 3 minus 3 minus 2 يعني 1 minus 3 minus 2 ب negative 4 يا شباب. يبقى at x equal 1 ولوكال ماكسيموم لما ال f double dash negative 1 يبقى على طول هتقول لي negative 1 power 3 ب negative 1 minus negative 3 minus 3 times negative 1 يبقى plus 3، هتبقى negative 1 plus 3 minus 2 اللي هي تطلع ب 0 يبقى equal local max equals 0. طب بالنسبه بقى للانفليكشن، انا قلت ان الانفليكشن هتكون عند الـ x equal 0. ليه؟ لان دي equal 0. طيب هل دي انفليكشن ولا مش انفليكشن؟ انفليكشن. ليه؟ لان قبل الـ 0 الكونفكستي كان ايه؟ هنا الكونفكستي كان ايه؟ كان نيجاتيف يعني قبل الزيرو، يعني انا لو اخدت الزيرو كده قبل الزيرو نيجاتيف يبقى كونفكس اب، وبعدها عند ال1 كان كونفكس داون، يبقى دي كانت انفليكشن بوينت اللي هي زيرو وكام؟ هتسبستيتيوت زيرو يبقى زيرو نيجاتيف 2 دي انفليكشن بوينت.
خلي بالك احنا بنحل على اساس ان انت فهمت، وبنفكرك بس بشوية افكار سهلة من الدرس. الحاجة التانية ان احنا بنحل بطريقة مختصرة تقدر تاخد عليها الفول مارك، لان كل الستبس اتكتبت، في ما عدا انا مش بكتب بس الدراجي بتاع في الاخر اللي هي الانفليكشن بوينت از مش عارف ايه، الحاجات دي انت شفتها لكن لازم تكتبها وانت بتحل عشان تاخد عليها الدرجة في سؤال مقالي، اللي هو تقريبا بقى امر محسوم ان هو موجود عندنا في الامتحانات. سؤال نمبر بي بيقول لي find the absolute externa. absolute externa حتى لو ما قالش كلمة absolute انا عرفت انه لو قال externa وسكت يبقى absolute. يبقى انا هجيب الديريفاتيف. اول حاجة هنجيب ال f dash x equals، طب انا بدل ما اقعد اعمل multiply ال two functions دي هتبقى x power 3 minus 12x. الديريفاتيف بتاعها يبقى 3x power 2 minus 12، يبقى على طول لما نعمل له equal 0 هناخد 3x 3 common factor هيفضل x power 2 minus 4، يبقى على طول ال x equals positive negative 2. قبل ما تروح تشتغل روح شوف لي ال positive وال negative 2 دول موجودين في ال interval ولا لا. ال negative 2 مش موجودة لأنها قبل ال negative 1، يبقى أنا هجرب f of negative 1 اللي هي ال bounder الأولاني، هجرب ال 2 لأنها موجودة جوه ال interval، وهجرب ال 4 ده علشان نعرف ال external. f of negative 1 يا شباب يلا substitute لل negative 1، يبقى دي negative 1 plus 12 equals 11. f of 2 يبقى 2 power 38 minus 24 negative 16. 4 power 3 64 minus 48 equals 16. يبقى أنا عندي absolute maximum equals 16 at x equals 4 و absolute minimum equals negative 16 at x equals كده. يبقى السؤال كله اتحل ونشوف السؤال اللي بعده. في ال first session برضو سؤال على الابليكيشن بيقول لي a metallic circular sector whose area equals 4 centimeter squared, find the radius length of the sector of circle which makes the perimeter as minimum as possible. What is the measure of the angle then? يعني عايز الميجر بتاعت الانجل في نفس الوقت. لاحظ معايا ان انت محتاج هنا تو رولز، انت عندك سيركلر سيكتور. طب السيركلر سيكتور ده بيبقى شكله ايه يا جميل؟ بيبقى شكله كده، ادي راديوس وادي راديوس من السيركل وده الارك بتاعه ودي الانجل بتبقى ثيتا. طيب ايه تاني عندي؟ والله ده بيبقى اسمه ال L وده بيبقى اسمه R وده بيبقى اسمه R. لو انا هتكلم على الاريا يبقى الاريا ايكوالز مين؟ ايكوال هاف ال L R دي الاريا، وكمان عندي البريمتر ايكوالز تو R بلس L، يبقى انا عندي هنا تو رولز فيهم L و R. هنا بيقول ان الاريا بتاعته اصلا ايكوالز 4، يبقى الاريا دي ايكوالز 4، يعني انا ممكن اشيل ال L واجيب الفاليو بتاعته in terms of R. ازاي؟ والله الهاف دي هتروح هناك تبقى 8 والار هتروح تبقى ديفايد، يبقى ال L equals 8 over R. جميل جدا جدا. عايز بقى ايه هو؟ عايز البريمتر ماكسيمم از بوسيبل، يبقى انا هشيل ال L واحط دي، يبقى البريمتر equals to R plus 8 over R. يلا نعمل ديريفيتيف، يبقى dP over dR equals 2R ديريفيتيف بتاعها ب 2 وال 8 over R ديريفيتيف بتاعها ب نيجاتيف 8 over R باور 2. طبعا الكلام ده هنعمله equal 0، فهيبقى 8 over r power 2 equals 2. يبقى انا اقدر اقول ان ال r power 2 equals 4، يعني ال r محدش يقول لي positive negative 2 لان ده radius ما ينفعش يبقى في النيجاتيف، يبقى ال r equals كام؟ 2. يبقى ده الradius اللي بيخليه maximum او minimum as possible. طب وحد تاني يقول لي طب انت عرفت ازاي ان هو minimum as possible؟ ولا حاجه يا حبيبي، روح هات second derivative. لو second derivative بتاع ده هيطلع كام؟ هيطلع نيجاتيف، يبقى هو ايه؟ سوري هيطلع ده سكند ديريفيتيف. ايوه لما نعمل سكند ديريفيتيف هيطلع بوزيتيف. ليه؟ الديريفيتيف بتاع الكلام ده اللي هو السكند ديريفيتيف يعني بي دبل داش ايكوالز كام؟ ال 2 ب 0 ونيجاتيف 8 اوفر ار باور 2 هتبقى بوزيتيف 2 تايمز 8 ب 16 اوفر ار باور 3. اعملها انت هتطلع كده. طب ما هو الار بوزيتيف وال 16 بوزيتيف يعني ده بوزيتيف، يبقى دي ايه؟ minimum as possible. يبقى البريمتر بيبقى minimum as possible لما ال r equal 2. طب لما ال r equal 2 يبقى ال l equals كام؟ 8 over 2 اللي هي equals 4. طب جميل جدا، هنروح نجيب له البريمتر
find the radius of length، خلاص اللي هو radius 12. بعدين هو بيسألني على الميجر بتاعت الانجل، طب ايه ميجر اوف انجل؟ والله كان في رول برضو جميلة بتقول ان الثيتا راد equals L over R، ال L طلع ب 4 وال R طلع ب 2 يعني equals 2، يبقى الثيتا راد بتاعتي اللي هي في الحالة بتاعت المينيمم بريمتر equals 2 راديان. اهي نكتب بس اهي 2 راد. هنشوف السؤال اللي بعده عادي. بيقول لي في second session a lake infected by bacteria. طيب تمام، السؤال بتاع البكتيريا ده انتوا اظن عارفينه وفاكرينه. نرجع نقول تاني a lake infected by bacteria has been treated by antibacterial. تمام، هما بيعالجوا بالantibacterial if the number of bacteria z in 1 centimeter cubic after n days given by the relation z n، زي ما انا شايف قدامي relation such that ال n between 1 and 15. جميل جدا. تمام تمام تمام. هو هنا عندي ايه n days، يعني هيشتغل 15 يوم عشان يعمل التست بتاعه. When the number of bacteria minimum during this interval. طبعا السؤال ده وحليناه قبل كده، انا حليته في الشرح معاكم وحليته معاكم في الريفيجن وبنحله تاني، لان هو سؤال يبدو كده من قراءته ان هو في مشكله، هو تقريبا يمكن يكون من اسهل الاسئله اللي ممكن تمر علينا. اول حاجه انا محتاج اجيب الديريفيتيف اللي هي دي زد اوفر دي ان. ليه؟ علشان اجيب المينيمم فاليو. هو عايز ذا نمبر اوف بكتيريا المينيمم ديورنج، يعني عايزها امتى بتبقى مينيمم فاليو. اولا انت بتعمل ديريفيتيف، فال30 دي هتروح وال20 دي ملهاش لازمه اهي، عشان الناس اللي بتزعل من كلمه ملهاش لازمه، هما 20 ونعمل ديريفيتيف. ان اوفر 12 يا جماعه بنيجاتيف، سوري بنيجاتيف ايه، ب1 اوفر 12. جميل جدا. ماينس الديريفيتيف لن اوفر 12 بكام؟ ب12 اوفر ان. ازاي جت؟ افتكر اللين كان الديريفيتيف بتاعها ايه وانت تلاقي الموضوع. مش انا كنت بقول الديريفيتيف بتاع ال n equal 1 over اللي قدام اللين؟ يعني لو كان لين x يبقى الديريفيتيف بتاعه 1 over x، يبقى 1 over x يعني انا هقلب ده فهتبقى 12 over n times الديريفيتيف ده اللي هي 1 over 12 كمان مره. طب انا هاخد 1 over 12 و 1 over 12 كومن فاكتور مع ال 20 عشان يبقى كل ده ملوش لازمه، يبقى انا عندي هنا 20 over 12 ويفضل هنا ايه 1 ماينس، هنا كان عندك ايه 12 اوفر ان. طبعا ده كله هنقول ان هو ايكوالز كام؟ ايكوال 0. فده معناه ان 12 اوفر ان ايكوالز 1، يعني الان ايكوالز 12، يعني المينيمم فاليو هتكون عند مين؟ افتر 12 دايز. واحد يقول لي طب هي مينيمم ولا ماكسيمم؟ والله ما دام الان طلع لها فاليو واحده وهو طالب مينيمم يبقى هي شهور هتبقى مينيمم. عايز تعرف هات لي السكند ديريفيتيف اللي هو زد دبل داش اللي هو السكند ديريفيتيف بتاع ده. طبعا السكند ديريفيتيف بتاع الكلام الجميل اللي قدامي ده هيطلع بوزيتيف. ليه؟ لانه انا خلاص دي هشيلها، هعمل لها سمبليفيكيشن مع الزيرو راحت، ديريفيتيف الزيرو بزيرو، والنيجاتيف 12 اوفر ان الديريفيتيف بتاعها ب 12 اوفر ان باور 2، يعني بوزيتيف، دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، يبقى خلاص. طب لما ده بوزيتيف يبقى هي مينيمم فاليو، ده لو انت عايز تعرف ان هي مينيمم ولا ماكسيمم. طيب هو بيقول لي ايه وات از ذا ليست نمبر اوف بكتيريال؟ يا راجل هو انا مش طلعت انه عند 12 دايز هيبقى اقل نمبر؟ ايوه، يبقى هتشيل في الفانكشن الرئيسيه اللي هي زد اوف 12 وتشيل الان وتحط مكانها 12، يبقى ادي 20 12 اوفر 12 ب 1 ماينس لين 1. طب لين ال 1 يا جماعه بكام؟ ب 0، يبقى 20 تايمز 1 ب 20، يبقى 20 تايمز 1 20 سوري في بلس 30 في ال 30، يبقى تطلع 50 نمبر اوف بكتيريالز او وات ايفر مكان اليونت اللي احنا بنقيس بيها. نشوف السؤال اللي بعده. Find the local maximum value if found of function. طبعا سؤال مباشر جدا، هنعمل طب وهنا في عندي absolute extrema السؤالين دول. السؤال الأولاني هنجيب ال f dash of x equals 4x power 3 minus 4x، وبعدين نعمل equal 0، هناخد 4x common factor، هيفضل عندي x power 2 minus 1 equal 0، يبقى يا إما ال x equal 0 أو ال x equals positive أو negative 1.
طبعا احنا كده محتاجين نعرف ان هي مين فيهم لوكال ماكسيموم ومين لوكال مينيمم. في عندك طريقه التشيك، انك تحط الزيرو والنيجاتيف 1 وال1 وتعمل تشيك بينهم مين انكريز ومين ديكريز. وفي طريقه السكند ديريفيتيف اللي احنا برضو هنحل بيها، اللي هي الاف دبل داش للاكس ايكوالز 12x باور 2 ماينس 4. هتعمل سبستيتيوشن في ثلاث حاجات، ادي اف دبل داش للنيجاتيف 1 واف دبل داش للزيرو واف دبل داش لل1. النيجاتيف 1 وال1 طبعا نفس الفاليو اللي هي 12 تايمز 1 ب 12 ماينس 4، يبقى دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، يعني دي لوكال مينيمم ودي لوكال مينيمم. عند الزيرو دي هتبقى نيجاتيف 4 يعني نيجاتيف، يبقى هنا في ماكسيمم وهنا في سوري العكس، دي هنا مينيمم ودي ماكسيمم ودي مينيمم. طب عايز تحدد البوينتس، يبقى انت كل اللي انت هتعمله هتجيب الاف اوف نيجاتيف 1 وتقول لي لوكال مينيمم فاليو ايكوالز كذا عند النيجاتيف 1 واف اوف 0 واف اوف 1. طبعا لما تيجي تطلعهم هتقول لوكال مينيمم فاليو ايكوالز كام عند النيجاتيف 1. لو طلعت وعملت سبستيتيوشن هنا يا شباب هتبقى 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، وطبعا هي نفس الفاليو بتاعتها عند ال 1، يبقى هتبقى 1 ماينس 2 برضه بنيجاتيف 1. طب عند اللوكال ماكسيمم عند الزيرو يبقى 0 ماينس 0 ايكوالز 0، يبقى لوكال مينيمم فاليو ايكوالز نيجاتيف 1 ات نيجاتيف 1 اند 1، ولوكال ماكسيمم فاليو ايكوالز 0 ات الاكس ايكوالز 0. طبعا نفس الكلام احنا حلينا سؤال زي ده من شويه تقريبا، او نفس السؤال حليناه في لا حلينا ده الابسوليوت اكسترما، ده حليناه في بدايه الفيديو فمش هنحله تاني. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي معانا بتاع الانفليكشن بوينت، السؤال ده احنا حليناه من شويه واكدنا على الفكرتين اللي هنستنتجهم من قصه انفليكشن بوينت، لكن السؤال ده ما حليناهوش، نحله برضه. فايند ابسوليوت اكسترما، هنجيب على طول الاف داش اوف اكس ايكوالز ونجيب الديريفيتيف. طبعا انا ديريفيتيف الفيرست اللي هو 4x تايمز اي باور اكس بلس ديريفيتيف السكند اللي هي الاي باور اكس تايمز نفسها اللي هي 2x باور 2 تايمز الاي باور اكس. طبعا هناخد من هنا 2x اي باور اكس كومن فاكتور، هيفضل عندي هنا 2 بلس x باور 1، لان انا اخدت من 2x باور 2 2x كومن فاكتور فهتبقى x. طبعا ده ايكوال 0، لما نحط انه الاكسبريشن بتاعنا ده ايكوال 0 يعني يا اما الx ايكوال 0 يا اما الx ايكوالز نيجاتيف. طيب الزيرو موجودة هنا موجودة والنيجاتيف 2 موجودة موجودة. ابسوليوت اكسترما، يبقى أنت هتجيب لي f of negative 3 و f of negative 2 و f of 1 0 و f of 1. هتجيب الفاليوز بتاعتهم بتاعت كل واحدة منهم. لما نيجي نعمل substitution ال negative 3 2 times negative 3 power 2 اللي هي e 2 times sorry 2 times 9 يعني 18، فهتبقى 18 e power negative 3، وهنا negative 2 يعني 2 times 4 ب 8، يبقى 8 e power negative 2، و 0 يعني 0 times أي حاجة يبقى 0، و 1 يبقى 2 times 1 power e power 1 يبقى هتطلع e. طب مين أكبر value من دول ومين أصغر value؟ هنجيب ال values بتاع كل واحدة منهم على ال calculator. هتبقى هنا 18 تايمز e باور نيجاتيف 3 اللي هي تطلع في الاخر الفاليو بتاعتها ب 0.8 تقريبا، وال 8 e باور نيجاتيف 2 هنعملها على الكالكوليتر برضو سريعا تطلع 1.808، وال f اوف 0 طبعا هي 0 واضحه، وال f اوف 1 معلش هو ال f اوف 1 2 تايمز 1 باور e باور 1 يعني هنا في 2 e اللي هي تطلع 2.7 تايمز اللي هي تطلع تقريبا 5.4. يبقى absolute maximum value equal 5.4 at x equals 1، absolute minimum value equals 0 at x equals 0. وبكده السؤال بتاعنا يبقى اتحل. السؤال اللي بعده هنا برضو من الأسئلة الشهيرة اللي اتحلت معانا كتير، بيقول لي the largest area of rectangle determine the dimensions that make the largest area of rectangle. طبعا ده كله 3 وده كله 4. أنا هفترض إنه ال triangle dimensions بتاعته x و y. طيب من السيميلاريتي عندي هنا ال triangle ده وال triangle ده وال triangle الكبير أوي similar،
يبقى أول حاجة هقوله إن الـ 4 over 3 equals الـ 4 دي كلها over الـ 3 دي كلها equals مين؟ هاخد الـ height ده اللي هو عبارة عن 4 minus y، أدي 4 minus y over x. أنا اشتغلت على الـ similarity مع الـ triangle الكبير خالص، أدي 4 وأدي 3. الـ corresponding sides اللي هو ده عبارة عن 4، الجزء ده هو عبارة عن 4 minus y، والجزء ده اللي هو الـ x زي ما هو. طبعا من هنا نقدر نقول ان ال x equals 3 over 4 times 4 minus y. طبعا equals 3 over 4 times 4 ب 3 minus 3 over 4 y. طبعا ده كده انا ال value بتاعت ال x. طيب انا عايز ال area of rectangle as maximum as possible، يبقى ال area of rectangle equals x times y اللي هي length times width. هنشيل ال x ونحط ال value بتاعتها اللي هي تبقى 3 minus 3 over 4 y، وادي times ال y. طبعا ده هيبقى equals 3 y minus 3 over 4 y power 2. ال derivative يا جماعة اللي هو dA over dy اللي هو هيبقى 3 minus 6 over 4 يعني 3 over 2 y، ونقول إن ده equals 0 يبقى 3 over 2y equals 3 يعني ال y equals 2، يبقى ال y equals 2، يبقى ال maximum area بتكون عند ال y equals 2. طب ال x equals كام في الحالة دي؟ ال x equals 3 minus 3 over 4 times 2 اللي هي equals 3 minus 3 over 2 equals 3 over 2، يعني ال dimensions بتاعتي هيبقوا 2 و 3 over. نشوف السؤال اللي بعده. الأسئلة كلها أفكارها متكررة، ولكن مهم جدا إن أنت تبقى عارف بتحل إزاي. Find the positive numbers which the sum of their multiplicative inverse and 4 times its square is the smallest as possible. تاني، هو positive numbers sum of its multiplicative inverse يعني 1 over x plus 4 times its square يعني plus 4x power 2 equals اللي هو الصم اللي انا هشتغل عليه. يبقى دلوقتي ال s dash اللي هو الديريفيتيف equals negative 1 over x power 2 plus 8x. طبعا ده هنعمله equal 0، يبقى ال 1 over x power 2 equals 8x على طول، يعني هنقول ان ال x power 3 equals 1 over 8 يعني ال x equals 1 over 2. يبقى النمبر او البوزيتيف نمبر بتاعنا هو 1 over 2. طب انا عايز اتاكد انه ده smallest as possible، هنجيب السكند ديريفيتيف اللي هو الاس دبل داش، هنقول على طول equals كام؟ equals 1 over sorry هنا 2 over x power 3، يبقى في 2 over x power 3 plus 8. طيب عند ال half لو عملنا substitute لل half، ده positive وده positive، يبقى ال result positive، يبقى smallest as possible اللي هي ال minimum value، يبقى دي minimum value. طبعا هي واحدة بس just one absolute minimum value، مفيش غيرها. هنشوف على طول السؤال اللي بعده. هنا عندي أول سؤال في الـ second session 2019، كان بيقول إن الـ y equals كذا، وبيقول إن دي inflection، نفس الفكرة اللي حلناها من شوية. على طول هقول له معنى إن دي inflection يبقى أنا استفدت معلومتين. المعلومة الأولى إن لما الـ x بـ 1 الـ y بـ 4، يبقى a times 1 power 3 اللي هي a plus b times 1 equals 4. دي أول equation. المعلومة الثانية إن الـ f double dash للـ 1 equals 0. أول حاجة عشان نجيب الـ f double dash هنجيب الـ f dash of x equals 3ax power 2 plus 2bx. f double dash للـ x equals 6ax plus 2b. طبعًا هنعمل ده equal 0، وبنقول إن الـ x equal 1 في الـ inflection، يبقى هنسبستيتيوت الـ x بـ 1. 6 times 1 times a يبقى 6a plus 2b equals 0. يعني نقدر نعمل لها divided 2 عشان تبقى 3a plus b equals 0. ناخد الايكويشن دي ونحطها هنا جنب دي، يبقى 3a plus b equals 0. نعمل subtract لل 2 equations عشان تبقى 3a minus a equals 2a، وb minus b راحوا مع بعض ودي negative 4، يبقى ال a بكام؟ ب negative 2.
طب ما هو الـ A بـ negative 2 يبقى نسبستيتيوت negative 2 بلس الـ B equals 4 يبقى الـ B equals كام؟ 6. يبقى أنا طلعت الـ A والـ B على طول. هنا بيقول لي بعدين إيه؟ بيقول لي then determine the local maximum local minimum value of the function. خلاص هتعمل substitute للـ A والـ B وتطلع الـ first derivative equals 0. يلا نعمل الكلام ده يا جميل. هنسبستيتيوت الـ negative 2 والـ 6 فين؟ في الـ first derivative. يبقى 3 times negative 2 بـ negative 6 يبقى negative 6x power 2 plus b times 2 sorry 2 times 6 يبقى 12 يبقى plus 12x equals 0. طبعا هناخد من هنا 6x common factor أو negative 6x common factor. هيفضل عندي هنا x minus 2 equals 0. يبقى يا إما x equals 0 أو x equals 2. دلوقتي عايز اعرف مين منهم لوكال ماكسيموم لوكال مينيموم. روح اعمل سبستيتيوت في السكند ديريفيتيف برضو بعد ما تجيب الفاليو اوف a اند b. يعني انا هقول في السكند ديريفيتيف اللي هو الاف دبل داش اصلا ايكوالز كام؟ ايكوالز 6 تايمز نيجاتيف 2 ب نيجاتيف 12x بلس 2 تايمز 6 يبقى بلس 12. طيب هنعمل سبستيتيوت مره للاكس بزيرو فهتطلع f double dash of 0 هتطلع ب positive 12 يعني positive. يبقى دي local minimum value at ال x equals 0. طب local maximum value عند ال f double dash لل 2 مثلا نجرب substitute negative 12 times 2 ب negative 24 plus 12 يعني negative 12. يبقى دي negative تبقى maximum value. يبقى هو عنده maximum value عند الـ x equal 2 عنده minimum value عند الـ x equals 0. نشوف السؤال اللي بعده. طبعا السؤال التاني ده بتاع الـ extreme احنا لسه حلينه نفسه من شوية. هنا نرجع تاني نشوف السؤال اللي بعده في 2020 first session question sorry 13 هو في 2020 first session. Identify the increasing and decreasing يا راجل local maximum local minimum وكل حاجة سهلة بالـ f dash. ادي f dash of x equals 6x power 2 minus 18x plus 12 x. طيب هناخد من هنا او هنعمل divided 6 هتبقى x power 2 minus 3x plus 2 equals 0. يبقى انا عندي هنا x minus 2 و x minus 1 equals 0 يعني ال x equals 2 او ال x equals 1. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز ال increasing وال decreasing وال interval واللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. بما انه عايز increase decrease يبقى لازم اعمل check على النمبر لاين اللي هي عند ال 1 وال 2. طبعا قبل ال 1 وليكن 0 نعمل divide او نعمل sorry substitution لل x dash 0 minus 0 plus 2 يبقى positive. يبقى قبل ال 1 هتبقى increase between ال 1 وال negative sorry between ال 1 وال 2 وليكن مثلا 1 and half هتعمل substitution للكلام ده هيطلع decrease وهتعمل substitution في الانترفال اللي هي after 2 يعني مثلا 3 تعمل substitution ال 3 هتطلع increase. مع الكلام ده معناه ان انا عندي عند ال 1 في local maximum value وعند ال 2 عندي local minimum value وادي ال increase وال decrease اتحدد. identify the convexity طبعا نفس القصة هتروح تجيب لي second derivative. وبعد ما نجيب second derivative يبقى هقول له ادي الاف داش الاول fx داش للاكس بفور اكس باور 3 ماينس 12x اف دبل داش للاكس ايكوالز 12x باور 2 ماينس 12. طبعا نعمل ده ايكوال 0 يبقى انا عندي هنا اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 0. انا هاخد 12 كومن فاكتور هتختفي يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 1. طب الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 1 ادي النيجاتيف 1 وادي ال 1 ونشوف الكونفكستي قبل النيجاتيف 1 وبعدها وبعدها. طبعا الاف دبل داش ناخد اي حاجه قبل ال 1 وليكن نيجاتيف 2 دي هتبقى 12 تايمز 4 48 ماينس 12 36 يعني بوزيتيف. يبقى دي كونفكس داونورد. بين نيجاتيف 1 و 1 هناخد 0 فهتبقى نيجاتيف 12 يعني كونفكس ابورد. وبعد هنا ال 1 لو اخدنا 2 هتطلع نفس الفاليو الاولانيه بتاعت النيجاتيف 2 فهتطلع convex downward. يبقى انا كده حددت الكونفكستي بتاعي كمان بتاع الانترفال زي ما يحب. طبعا في inflection point عند ال x equal negative 1 وعند ال x equals 1. شوف السؤال اللي بعده question 14. Find the greatest volume of a cuboid whose base is a square. يبقى ال base بتاعته square.
and its total surface area is 150. طب جميل جدا. بالراحه هو ايه التوتال سيرفيس اريا بتاعت الكيوبايد؟ التوتال سيرفيس اريا ايكوال 2 تايمز البيز اريا بلس بريمتر اوف بيز تايمز الهايت. جميل، 2 تايمز البيز اريا بلس بريمتر اوف بيز تايمز الهايت. البيز اريا احنا قلنا ان هي البيز سكوير سايد لينث بتاعها اكس، يبقى الاريا بتاعتها اكس باور 2 تايمز 2 يبقى 2 اكس باور 2. البريمتر اوف بيز بما ان هي سكوير برضو يبقى 4x، والهايت ده البريمتر اوف بيز تايمز الهايت اللي هو احنا هنسميه واي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 150. جميل جدا جدا. يبقى ال 4xy ايكوالز 150 ماينس 2x باور 2، يبقى على طول الواي ايكوالز 150 ماينس 2x باور 2 اوفر 4x. طبعا ليها سمبليفاي، نعمل ديفايدد 2 فتبقى 75 ماينس اكس باور 2 اوفر 2 اكس. جميل، نروح بقى نجيب الفوليوم. الفوليوم هي عباره عن مين؟ البيز اريا تايمز الهايت. البيز اريا اللي هي اكس باور 2 والهايت انا قلت باي، يعني اكس باور 2 تايمز 75 ماينس اكس باور 2 اوفر 2 اكس ايكوالز، هنعمل سمبليفاي الباور 2 يروح مع الاكس، هيفضل عندي اكس تايمز 75 ب 75 اكس ماينس اكس باور 3 اوفر كام؟ اوفر 2. طبعا هنجيب الفيرست ديريفيتيف للفوليوم عشان هو عايز الجريتست فوليوم، يبقى نجيب الفيرست ديريفيتيف اللي هو في داش ايكوالز طبعا ال 1 اوفر 2 دي كومن فاكتور بره مش هتاثر علينا، هتبقى 75 ماينس 3 اكس باور 2. طبعا لما اعمل ايكوال 0 هتطلع ال x باور 2 equals 75 over 3 يعني 25، يبقى ال x equals محدش يقول لي positive negative 5 لأن ده length فما ينفعش يبقى بال negative. هنروح نعمل substitute في ال volume ب 5، يبقى 75 times 5 ب 375 minus 5 باور 3 اللي هي 125 over 2. الكلام الجميل ده كله في الآخر ينتهي على إن هو يكون 250 over 2 اللي هي 125 سنتيمتر كيوبيك. يبقى ده الجريتست فوليوم بوسيبل بالنسبة للسؤال بتاعنا اللي هو اللي موجود، وده كان question number 14 sorry. شوف question number 15. Question 15 بيقول لي الـ ABCD is a rectangle، الـ AB 3 سنتيمتر والـ BC 2 سنتيمتر. برضو سؤال حلينا نفس الفكرة كتير، أنا هسمي ده X وهسمي ده Y وكده خلصت المسألة عندي بالـ similarity of triangles اللي هي القصة الشهيرة. هي بقى القصة الشهيرة، أنت طبعا عندك اللينز ده 2 وعندك اللينز ده 3، التو triangles اللي هو ده وده اللي هو CBE و FDC similar لبعض، يبقى أنا على طول هروح قايله من الـ similarity أنا عندي الـ 3 over the corresponding بتاعها اللي هو x equals ال y over the corresponding بتاعها اللي هو 2. يبقى ال y equals كام يا جميل؟ ال y equals 2 over 3 وادي ال x، 2 over 3 وادي ال x. طيب بعد كده هتروح تقول لي ال area of triangle، ال area of triangle equals half ال base times ال height. طيب مين ال base ومين ال height؟ بسيطة، ال base اللي هي 3 plus x ادي x plus 3، والهايت اللي هو 2 بلس واي يعني واي بلس 2. كل اللي انا مطلوب مني ان انا اشيل الواي دي واحط الفاليو بتاعتها ان ترمز اوف اكس واعمل ديريفيتيف واعمله ايكوال 0 وتبقى خلصت. من السيميلاريتي هنقول انه السايد ده وليكن اكس اوفر الكورسبوندينج بتاعه هنا اللي هو 3، انا طبعا شغال السيميلاريتي اوف ترينجل سي بي اي مع اف دي سي ايكوالز، أنا قلت هنا x over 3 يبقى هقول هنا 2 over y يبقى أدي 2 over y. يبقى على طول ممكن نجيب relation between y والx ونقول إن y equal 2 times 3 over x يعني 6 over x. جميل جدا، تروح تاخد ال area of triangle، ال area of triangle equal half ال base times ال height. طب مين ال base ومين ال height؟ ال base اللي هي 3 plus x يعني x plus 3، وال height اللي هو 2 plus y يعني y plus 2. هنشيل ال y ونحط مكانها ال value بتاعتها اللي هي 6 over x، يبقى دي half times x plus 3
تايمز الواي اللي هي 6 اوفر اكس تايمز بلس 2، ونعمل الديريفاتيف. طبعا الاي داش انت الهاف سيبها كومن فاكتور بره زي ما اتفقنا، علشان في الاخر هي مش هتأثر علينا. ديريفاتيف فيرست 1 تايمز السكند يبقى 6 اوفر اكس بلس 2 بلس ديريفاتيف ده بكام يا جميل؟ ده بنيجاتيف 6 اوفر اكس باور 2، ادي نيجاتيف 6 اوفر اكس باور 2 تايمز الفيرست اللي هو اكس بلس 3. طبعا الهاف برضه هتفضل زي ما هي كده، وبعدين نعمل سمبليفاي علشان في الاخر نعمل ايكواليتي مع الزيرو ونشوف هنعمل ايه. ادي 6 اوفر اكس بلس 2، وهنا هنعمل مالتبلاي للكلام ده، نيجاتيف 6 اوفر اكس باور 2 تايمز اكس بنيجاتيف 6 اوفر اكس. جميل جدا. ونيجاتيف 6 اوفر اكس باور 2 تايمز 3 بنيجاتيف 18 اوفر اكس باور 2. الكلام ده لما نعمله ايكوال 0 دي هتختفي، مش هيبقى ليها لازمه خالص. طبعا نيجاتيف 6 اوفر اكس راحت مع دي، يفضل عندي 2 ماينس 18 اوفر اكس باور 2 ايكوال 0. يبقى على طول هقول له ان ال 18 اوفر اكس باور 2 ايكوالز 2، فده معناه ان الاكس باور 2 ايكوالز 9، يعني الاكس ايكوالز 3، يبقى الاكس ايكوال 3. طب لما الاكس ايكوال 3 يبقى الواي ايكوال كام؟ 6 اوفر 3 ب 2. يا سلام على الجمال ده، ايه ده؟ ايه المعنى ده؟ معناها انه ده هيبقى 3 وده 3 وده 2 وده 2، اللي هو يعني دي الميد بوينت ودي الميد بوينت. طيب هنا بيقول عايز ال A ال rectangle، sorry find the smallest area of triangle AEF. فين ال AEF؟ اهو. طب انا عايز اعرف هي smallest ولا مش smallest. عادي جدا، لما تجيب السكند ديريفيتيف يا جميل بتاع اللي هو ده الفيرست ديريفيتيف، لما تجيب السكند ديريفيتيف بتاعه يطلع بوزيتيف، اوريدي هو بوزيتيف فهي smallest area فعلا. طب الاريا بقى ايكوالز كام؟ انا قلت ان لما دي ايكوال 3 يبقى هاف تايمز بيس تايمز هايت. البيس بقت بكام؟ 3 و3 ب 6، والهايت اللي هو 2 تايمز 2 سوري 2 ب 2 بكام؟ ب 4، يعني ايكوالز 12 سنتيمتر سكوير. 12 سنتيمتر سكوير. ونشوف السؤال اللي بعده. عندي identify the increase and decrease والconvexity. خلاص يا شباب الاسئله اللي متكرره انا مش هحلها تاني. السؤال اللي بعده بس يا ريت انتوا تحلوا. هنا بيقول لي if the function، ومديني ال function find the local maximum local minimum، وعايز ال sketching لل curve. نركز مع بعض عشان نعرف نعمل sketching لل curve. أول step عندي في ال sketching curve، وده من أسئلة الأزهر، هنا هنعمل أول حاجة ال f dash of x. تمام؟ هنجيب points نشتغل عليها برضو. لما ال x equal 0 يبقى البوينت اللي عندي اللي هي ريفرنس بوينت، لما الاكس ايكوال 0 يبقى ده 0 وده 0 وده 0 ونيجاتيف 1 يبقى 0 ونيجاتيف 1، يبقى ادي بوينت على الكيرف. تاني حاجه هنجيب الاف داش للاكس اللي هي 3x باور 2 ماينس 12x بلس 9. طبعا هناخد 3 كومن فاكتور، هيفضل عندي x باور 2 ماينس 4x بلس 3، يبقى ده على طول ادي 3 وادي x ماينس 3 و x minus 1. طبعا ده هنعمل له equal 0 عشان نجيب ال critical point اللي هنجيب منها ال local maximum local minimum، وهنحدد points عندنا على ال curve. طبعا يا اما ال x equal 3 يا اما ال x equals 1. طب لما ال x equal 3 هنروح نعمل substitute هنا 3 power 2، يبقى هجيب هنا على جنب كده ال f power، انا هحط هنا ال reference point بتاعتي، بس انا عايز اجيب ال f of 3 equals عشان دي 3. 3 power 2 يبقى 27 minus 6 times 9 اللي هي minus 54 9 اللي هي 3 power 2 plus 9 times 3 يبقى plus 27 minus 1. إذن ال f of 3 ال image بتاعت ال 3 هتطلع كام؟ دي مع دي مع دي كله راح، يفضل negative 1، يبقى دي negative 1 كمان. وكمان ال f of 1، ادي ال f of 1 نعمل نفس الكلام، 1 باور 2 اللي هي باور 3 اللي هي 1 ماينس 6 تايمز 1 ب 6 بلس 9 ماينس 1، ده راح مع ده يفضل هنا 3، يبقى ال f of 1 equals 3، يبقى ادي 3 بوينتس. طب انا عايز اعرف يا جميل بقى مين منهم لوكال ماكسيموم ومين منهم لوكال مينيموم وانفليكشن. ما دام هو قال انفليكشن يبقى انا كده كده هجيب السكند ديريفيتيف. طب السكند ديريفيتيف اللي هو مين؟ ادي f دبل داش equals، f دبل داش equals كام؟
نعمل ديريفيتيف الكلام ده، ادي ال3 زي ما هي، وديريفيتيف ده اللي هو عبارة عن 2x ماينس 4. جميل جدا. هنأكل السكند ديريفيتيف بزيرو عشان نحدد الانفليكشن بوينتس، برضه هتطلع الاكس ب2، يبقى الاكس ايكوالز 2. برضه هجيب الاف اوف 2، يبقى 2 وحاجه. خلي بالك انا جبت ايه، جبت الانترسكشن مع الواي اكسس اللي هي لما الاكس ايكوال 0، وجبت الكريتيكال بوينتس والانفليكشن بوينت. الاف اوف 2 يا شباب سبستيتيوشن اهي، اف اوف 2 3 باور 2 يعني 8، ماينس 6 تايمز 2 باور 2 اللي هي ماينس 24، بلس 9 تايمز 2 يعني 18 ماينس 1. 8 بلس 18 ب 26 ماينس 24 يعني 2 ماينس 1 ب 1، يبقى 2 اند 1. طب انا دلوقتي بقى عندي 4 بوينتس. طيب بعد ما جبت ال 4 بوينتس اللي عندي دول، هنبدا نعمل الكونفكستي بتاعنا. عشان نحدد الكونفكستي يبقى عند الاكس ايكوال 2. خلي بالك يا جميل، انت عندك اصلا الاف داش او الاف دبل داش، هو ما قالش انكريز ولا ديكريز صح؟ يبقى الاف دبل داش بس انا هشتغل عليها، وهنحدد اللي هي ال 3 وال 1. ال 1 قبل ال 2 اهي، وال 3 بعدها. طب الاف دبل داش قبل ال 2 كان شكله ايه، وبعد ال 2 كان شكله ايه؟ والله واحد شاطر وعارف ان دي لينير فانكشن، فهياخد قبل الانترسكشن هياخد نفس الساين بتاعت، سوري، عكس الساين بتاعت الاكس، فهيبقى نيجاتيف، وده هيبقى بوزيتيف. معنى كده ان ده كده كونفكس ابورد، وده كده كونفكس داونورد. طب واحد مش عارف، هتعمل تشيك، هتروح تسبستيتيوت للاف دبل داش دي مره ب 1، فهتحط 2 تايمز 1 ماينس 4 هتطلع بنيجاتيف اهي، ومره ب 3 فهتحط 2 تايمز 3 ماينس 4 تطلع ببوزيتيف اهي. طب ايه تاني؟ انا عايز اعمل اللوكال ماكسيموم لوكال مينيموم. يبقى اللوكال ماكسيموم فاليو لوكال ماكس لما كان السكند ديريفيتيف بنيجاتيف ات، او هي اللوكال ماكسيموم فاليو ايكوالز كام؟ اللي هي عند الاكس ايكوال 1 اللي انا طلعتها ايكوال 3، ات الاكس ايكوالز 1، ولوكال مينيموم ايكوالز كام؟ والله لوكال مينيموم هنا لما السكند ديريفيتيف كان بوزيتيف، اللي هو عند الاكس ايكوال 3 اللي هي بنيجاتيف 1، يبقى ايكوال نيجاتيف 1 ات الاكس ايكوالز 3. صح كده طلعت لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم انفليكشن بوينت اللي هي 2 و 1. ليه؟ لان الكونفكسي قبلها وبعدها اختلف. فاضل ان احنا نعمل الكيرف سكتشنج. تعالوا ننزل كده ونشوف الكيرف سكتشنج بتاعنا هيترسم ازاي. حط الكوردينيت بلين عادي. خلي بالكم ده سؤال كده كان جاي في الازهر، السؤال ده المفروض ان هو سؤال طويل. طب هل هو كده بالله عليكم سؤال طويل ولا اصلا ياخد وقت؟ يعني شوف السرعه في الحل، بس اهم حاجه تبقى انت فاهم بتعمل ايه عشان ما تضيعش وقت وانت بتفكر. اول حاجه هنعملها على الكيرف او على الكوردينيت بلين، هنحدد البوينتس، ادي 0 ونيجاتيف 1، وبعدين 3 ونيجاتيف 1، ادي 1 2 3 ونيجاتيف 1 برضو، 1 و3 يبقى 1 2 3، وادي 1 يبقى 1 و3، 2 اند 1 ادي 2 اند. فعندي هي الانفليكشن بوينت. لو انا عايز ارسم او ابقى فاهم انا هرسم ازاي، قبل ال2 كله كونفكس ابورد، يعني ده كله كده في الجزء ده كده الفانكشن شكلها كده كونفكس ابورد، في الجزء ده كده كونفكس داونورد، يبقى هنا كده كونفكس داونورد. تمام. طبعا هنا عندك خلي بالك ان التانجنت هنا ايكوال 0 فعلا، عند ال1 الاف داش كانت ايكوال 0 اللي هي الكريتيكال بوينت الاولانيه، وعند ال3 برضه الاف داش كانت بزيرو، ده هو الكلام اللي احنا حسبناه كله. First session الازهر 2018 with a function f of x equal negative x power 2. اول حاجه هجيب الاف داش negative 2x plus 2 over x. هنعمل ال f dash equal 0، طبعا ال 2 راحت مع ال 2، هيبقى negative x equals negative 1 over x.
يبقى النيجاتيف برضو راح مع النيجاتيف تبقى x باور 2 equals 1، يعني ال x equals positive negative 1. طب الدومين اصلا بتاع الفانكشن ايه؟ لان دي لين، اللين يا جماعه لازم الفاليو اللي قدام اللين دي اللي هي الاكس بيلونجز للانترفال اللي هي كلوز 0 انفينيت. ليه؟ دي ما ينفعش تبقى انفينيت، ما ينفعش تبقى انفينيت سوري واوبن 0 انفينيت كمان، لان ما ينفعش تبقى 0. تمام؟ طيب يبقى ولا ينفع تبقى 0 ولا نيجاتيف، يبقى اوبن 0 وانفينيت. فلو 0 مش هشتغل عليها، لو نيجاتيف مش هشتغل عليها، يبقى انا هعمل ريفيوز للنيجاتيف 1. نعمل تشيك قبل وبعد ال 1. طيب ناخد اي فاليو، ما ينفعش تاخد 0 اصلا وتعمل سبستيتيوشن، فهتاخد على طول هاف مثلا وتروح تعمل سبستيتيوشن فين؟ في الفيرست ديريفيتيف اللي هو اصلا ايكوالز كام؟ تعالى ناخد الفيرست ديريفيتيف بالسيمبلست فورم بتاعته. انا عندي هنا نيجاتيف 2x بلس 2 اوفر x. انا لو خدت فاليو زي الهاف، نيجاتيف 2 تايمز هاف يا شباب بنيجاتيف 1 بلس 2 اوفر هاف اللي هي بلس 4، يبقى تطلع بوزيتيف، يبقى ده انكريز. طب لو خدت فاليو بعد ال 1 وليكن 2 مثلا، فهنقول نيجاتيف 2 تايمز 2 بنيجاتيف 4 بلس 2 اوفر 2 اللي هي 1، يعني تطلع بنيجاتيف، يبقى دي ديكريز. وبالتالي عند ال 1 لما الاكس ايكوال 1 في عندي لوكال ماكسيمم فاليو. انا هو قال لي عايز الدومين اوف فانكشن انا جبته اهو، وقال لي عايز الانترفال اوف انكريز والديكريز. طبعا انكريز في الانترفال اللي هي منين؟ من اوبن 0 لل 1، وديكريز ادي انكريز، وديكريز في الانترفال اللي هي from 1 to infinite decrease. شوف السؤال اللي بعده. سؤال في ال first session 2018. The sum of two positive integers equal 5. The sum of the cube of the smaller number is double the square of the other number is as minimum possible. Find the two numbers. هما الصم بتاعهم 5، يعني واحد منهم x وواحد 5 minus x. بعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي the sum of a cube of the smaller. هنفترض ان ال smaller اللي هو ال x ده، يبقى الكيوب بتاعه اللي هو x power 3 of the smaller number and double the square of the other number، يبقى double square التاني، يبقى دي double ودي ال square اللي هو 5 minus x. minimum possible يبقى انا هسميها مثلا sum p او s او اي حاجة. طبعا احنا عايزين كده نجيب الديريفيتيف، يبقى البي داش ايكوالز 3x باور 2 بلس الديريفيتيف بتاع الكلام الجميل ده 2 تايمز 2 ب 4 5 ماينس اكس باور 1 تايمز ديريفيتيف اللي جوه البراكتس اللي هو بلس نيجاتيف 1، يبقى دي هتبقى ماينس. طيب الديريفيتيف ده هيبقى ايكوال 0، يبقى 3x باور 2 ماينس 20 بلس 4x ايكوال 0. فأنا عندي 3x power 2 plus 4x minus 20 equal 0. equation عادي ممكن تعملها بالفاكتورايزيشن، ممكن تعملها بالكالكليتور ABC. هتعمل على الكالكليتور هيطلع لك ال x يا إما هي 2 يا إما sorry 2 يا إما ال x equals negative 10 over 3. طبعا ده refused لأنه هو قال positive، يبقى ال x ب 2، يبقى 2 numbers are 2 and 3 علشان يكون الصم بتاعهم minimum as possible. طب انت عايز تعرف ان هو minimum ولا maximum؟ والله هتجيب السكند derivative هيبقى 6x plus 4 وهتعمل substitute لل x ب 2 هيطلع 6 times 2 اللي هي 12 plus 4 ب 16 يعني positive، يبقى ده minimum value. شوف السؤال اللي بعده. سؤال من الأسئلة المشهورة جدا في السكول. أولا عايزني أعمل بروف إن الـ area of parallelogram أو الـ area of parallelogram equals الكلام ده. أول حاجة لا سوري، عايزني أعمل بروف إن هو ده parallelogram. تمام؟ طيب الـ area بتاعت الـ parallelogram أولا هنجيبها إزاي وهو ده parallelogram ولا لا؟ أول حاجة أنا عندي ده 10 minus x وده x وده x، يبقى ده 10 minus x. ليه؟ لأن ده كده rectangle، يعني السايد ده قد ده. طب ده 6 ماينس اكس وده اكس وده 6 ماينس اكس، يبقى ده كمان اكس. طب دلوقتي التراينجل ده اكس وده 6 ماينس اكس وهو رايت، وده 10 ماينس اكس واكس وهو رايت، 6 ماينس اكس واكس وهو رايت، و10 ماينس اكس واكس وهو رايت. يبقى التراينجل ده وده كونجرنت وده وده كونجرنت، يعني السايد ده قد ده والسايد ده قد ده، يبقى ده باراليلوجرام. وده الكلام انت هتكتبه بالستبس.
هتقول ان الاكس ايكوالز في التو تراينجلز اتش دي جي والتراينجل الاف بي اي الاكس ايكوالز الاكس 6 ماينس اكس ايكوال 6 ماينس اكس، يبقى التو تراينجلز كونجرنت، يعني الاتش جي ايكوال الاي اف. بنفس الطريقه هتثبت ان الاف الاتش اي ايكوال الجي اف، يبقى كده ده باراليلوجرام. طب الباراليلوجرام ده الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ هي الاريا اوف ريكتانجل اللي هو 10 ماينس اكس بلس اكس، يبقى 10 تايمز 6 ماينس اكس بلس اكس ب 6، يبقى ادي الاريا اوف ريكتانجل كلها ب 60. هنشيل منها ايه بقى؟ الاريا اوف باراليلوجرام ايكوالز 60 ماينس مين يا جميل؟ الاريا بتاعت التراينجل ده وده وده وده. طيب الاريا بتاعت كل تراينجل منهم ايكوالز كام؟ ادي هاف تايمز، لو انا خدت التو تراينجلز دول مش هما اصلا تو تراينجلز، يبقى ادي هاف تايمز 2، فهيروحوا مع بعض، لان ده هاف تايمز بيس تايمز هايت، ده هاف تايمز بيس تايمز هايت، يعني اتكررت مرتين، فهاف تايمز 2 راحوا مع بعض. فاضل البيز والهايت، البيز والهايت هنا اللي هو مين؟ اكس تايمز 10 ماينس اكس، يبقى ادي اكس وادي 10 ماينس اكس. ماينس كمان هشيل التو تراينجلز دول برضو نفس الكلام، هاف تايمز بيس تايمز هايت، وهم اتنين، يبقى هعمل تايمز 2، وعندي البيز اللي هي x والتاني اللي هو 6 ماينس x. طيب دي راحت ودي راحت ب 1، هيفضل عندي 60 ماينس x تايمز 10 ماينس 10 x ماينس تايمز نيجاتيف تايمز بوزيتيف بوزيتيف x باور 2 ماينس x في 6 بنيجاتيف 6 x بلس x باور 2. ادي x باور 2 و x باور 2 يعني 2 x باور 2، نيجاتيف 10 ونيجاتيف 6 بنيجاتيف 16 x بلس 60 اللي هو الفاليو اللي هو عايزها. عايز الـ possible minimum value. طيب للاريا، طب ما الاريا خلاص انا عندي بقت، هنجيب لها الديريفيتيف، يبقى الـ a dash equals 4x minus 16، نعمل equal 0 تطلع الـ x equals كام؟ 4. يبقى الـ minimum area as possible لما الـ x equal 4 هتروح substitute هنا بـ 4، يبقى الـ area هتبقى equals 2 times 4 power 2 اللي هي 16 بـ 32 minus 16 times 2 ب 32 plus 60، يعني ال minimum area possible اللي هي تكون 60. يبقى انت عندك هنا 4 times 4 16، و احنا هنعمل substitute sorry في ال function نفسها، 2 times x power 2 انا قلت ال x 4، يبقى 2 times 4 power 2 اللي هي 32 minus 16 times 4 sorry دي ب 64، دي بكام؟ 64. ايوه انا هقول لكم ليه انا اكتشفت الغلطه دي دلوقتي. 32 minus 64 بنيجاتيف 32 مع ده يطلع 28 سنتيمتر سكويرد. طيب انا ليه اكتشفت ان في غلط؟ لان الاريا طلعت لي 60 وهي الاريا اوف ريكتانجل كلها ب 60، يعني امتى الاريا مينيمم؟ لما تكون قد الريكتانجل، طبعا ده مستحيل. تمام؟ يبقى انا عندي هنا على طول 28 اللي هي المينيمم اريا از بوسيبل. نشوف السؤال اللي بعده يا شباب. هنا in the perpendicular area AB drawn through the point 3 and 2، السؤال ده كان موجود عندنا. هنا بيقول لي prove ان الاريا equals 12 square units، احنا طلعناها كان find الاريا. خلي بالك يعني ده سؤال اتحل معانا في نفس الفيديو، ارجع في الاول. برضو ال point 1 and 12 is inflection point، اعتقد برضو ان ده كمان اتحل، لانه انا استخدمت ال 1 and 12 هنا مرتين، مره استخدمتها انه الاف دبل داش لل 1 هتبقى 0، ومره الاف اوف 1 ايكوالز 12، برضه نفس الفكره اتحلت. The perimeter of circular sector equals 30 and its area is maximum possible، يبقى ال perimeter 30. طب ال perimeter ده اللي هو مين؟ 2 r plus l. طبعا احنا حلينا سؤال زيه، بس يلا نحل علشان ما نبقاش بنعدي اسئله كتير. ال perimeter of circular sector equals كام؟ 2R plus L equals 30. طب ده معناه ان ال L equals 30 minus 2R. جميل جدا. طب هو بيقول لي الماكسيمم اريا، الاريا اصلا equals مين؟ half ال L R، يعني half times R times ال L اللي هي 30 minus 2R. جميل جدا. هنعمل multiply عادي، half times R times 30 يبقى equal 15R minus half times 2R اللي هي equals R power 2. طبعا دي الاريا في السيمبلست فورم، الديريفيتيف بتاعها اللي هو اريا داش ايكوالز 15 ماينس 2 ار، طبعا هنعمله ايكوال 0، يبقى هيطلع الار بكام؟ ب 7 اند هاف. طيب
ده كده الراديوس. فايند ذا راديوس لينث، خلاص كده خلص، اللي هو الراديوس لينث بتاع السيركلر سيكتور اللي هو يطلع ب 7 اند هاف. نشوف السؤال اللي بعده. question 24. هنا عندنا 2019 second session في الازهر. local maximum find local maximum local minimum value of x exist للفانكشن. طبعا الاكس لين اكس من الفانكشنز الجمال جدا، اللي هي اف داش للاكس. الديريفيتيف بتاعها عباره عن ايه؟ derivative x equals 1 times ln x، يبقى ادي ln x plus derivative او الاكس في derivative ln x اللي هي 1 over x، ف x times 1 over x ب 1، طبعا ده هعمله equals كام؟ 0، يبقى ln x equals negative 1. طيب جميل جدا. طب يعني كده ايه؟ كده معناه انه ln x equals negative 1 يعني e power negative 1 equals x. خلي بالك لازم تبقى عارف انه ln x equal negative 1 يعني ايه؟ يعني هنا في بيز e، e power negative 1 equals x. يبقى انا كده دي كده مين؟ اللي هي الكريتيكال بوينت. طيب الكريتيكال بوينت الجميله دي اللي هي e power negative 1 اهي، اللي هي 1 over e، دي انا عايز اعمل اشوفها local maximum ولا local minimum، ولا اعمل ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله؟ مش ده الفيرست derivative؟ هات السكند derivative اللي هو 1 over x. طب ال 1 over x دي لو عوضنا او عملنا substitute ل 1 over e هتبقى equals e، اللي هي 1 over 1 over e، هتطلع ببوزيتيف يعني، فمعنى ان هي بوزيتيف يبقى هي local minimum. يبقى انا عندي local minimum at ال x equals 1 over e. طيب انا كده حددت ان هي local minimum value. طب هي equals كام؟ يبقى هو بيقول لي find the local، مفيش local maximum، في local minimum. local maximum value local minimum value sorry اللي هي equals كام؟ equals f of 1 over e اللي هي 1 over e ln، خلي بالك 1 over e يعني e power negative 1 صح؟ يبقى دي كلها تقدر تشيلها وتقول عليها negative 1، يبقى equal negative 1 over e. على فكرة السؤال ده كان من الأسئلة بتاعت الـ MCQ بتاعت الدرس اللي اتحلت. يبقى الـ local minimum value بتاعتها اللي هي negative 1 over e. طيب الـ inflection point يا شباب، مش ده السكند ديريفيتيف؟ السكند ديريفيتيف هو ايكوالز كام؟ ايكوالز، انا قلت انه الفيرست ديريفيتيف كان ايكوالز معلش لين اكس، يعني 1 اوفر اكس تي ايكوال 1 اوفر اكس، فهو السكند ديريفيتيف ما بيبقاش زيرو، ولكن ممكن يبقى نوت اكزيست لما الاكس تبقى كام؟ لما الاكس تبقى زيرو. طيب واحد يقول لي السكند ديريفيتيف ايكوال زيرو، طيب هو ينفع اصلا الفاليو بتاعت اللين تبقى لين زيرو؟ لا، يبقى الزيرو اصلا مش في الدومين فمش هاخده، فبالتالي مفيش انفليكشن بوينت. السؤال اللي بعده question 25. 2020 first session in open field bounded by straight line river for one of its sides determine how to place fence around it. السؤال ده احنا حليناه، مش فاكر بقى كان في اسئله الام اس كيو ولا في الاسئله العاديه، بس انا متيقن ان هو اتحل، اتحل في السيشن واتحل في فيديو. وقلنا ان احنا عندنا هنا في رايفر، والرايفر ده هيعملوا عليه، هيبنوا سياج او هيبنوا سور حوالين فيلد، يعني مزرعه مثلا. بيقول لي الماكسيمم اريا بوسيبل باي 80 متر فنس، يعني اللينث بتاعه 80 مترز. طب هو هيبني منين؟ هو مش هيبني من ناحيه النهر، هيبني من التلات نواحي التانيه، هيبني سور عشان يقعد بقى يبص على النهر براحته ويستمتع. انا هسمي ده واي وده واي وده هنسميه اكس. يبقى على طول ال 800 دي اللي هي عباره عن ايه؟ اكس بلس 2 واي ايكوالز 800. ده معناه ان الاكس ايكوالز 800 ماينس 2 واي. جميل. هو عايز الماكسيمم اريا، يبقى الاريا اصلا ايكوال لينث تايمز ويدث اللي هو اكس تايمز واي. هنشيل يا جميل الاكس ونحط مكانها واي. يبقى على طول هقول له الواي تايمز، وشلنا الاكس حطينا مكانها مين؟ 800 ماينس 2 واي. طبعا الكلام ده عشان اطلع الاريا ايكوالز 800 واي ماينس 2 واي باور 2. لما اجي اعمل ديريفيتيف هتبقى 800 ماينس 2 واي باور 2 اللي هي 4 واي، وهعمل لها ايكوال 0 علشان اجيب الماكسيمم فاليو بتاعتها اللي هي تطلع ان ال 4y equals 800، يعني ال y equals 200. يبقى يا جميل ده ب 200 وده 200 وده هيطلع بكام؟ ب 400. ليه؟ لان هم كلهم اصلا 800، x plus 2y اللي هو 2 times 200 400، يبقى الباقي 400. هو قول لي what is the area of the land
at this case يبقى خلاص انت هتروح عامل لي الاريا اوف ذا لاند اللي هي ايكوال 400 تايمز 200 اللي هي تطلع 80,000 متر سكوير. نشوف السؤال اللي بعده برضو في الفيرست سيشن 2020. معلش سوري ده نفس السؤال الحمد لله. question 27 يقول لي انه الفيرست سيشن برضو 2020 f of x equals x minus 1 all power 4 plus 3 determine the increase and decrease and local maximum value local minimum value inflection points وكل حاجة هو عايزها. عايز الاف داش اول حاجة هتبقى equals a 4 times x minus 1 all power 3. طيب الكلام ده هنعمل له equal 0 امتى؟ لما ال x equals 1. يبقى انا اول حاجة حددتها انه الكريتيكال بوينت الوحيدة اللي عندي لما ال x equals 1. طيب يبقى انا هنا هنحدد هي local maximum ولا local minimum ازاي؟ هقول له لما ال x equal 1 ونجيب ال first second sorry second derivative. second derivative يا جميل equals كام 4 times 3 ب 12 x minus 1 برضو power 2. طبعا هتيجي تعمل substitute لل x1 تطلع 0 يبقى ال second derivative test فشل. يبقى انا عايز اشوف value قبلها و value بعدها. طيب اول حاجة هي ده positive وده x power 2 فبالتالي ده positive يبقى كلها positive فكلها convex downward يعني هنا مفيش inflection. خلي بالك هنا مفيش inflection عند ال x equals 1. حاجة تانية local maximum local minimum. طب مين local maximum مين local minimum في القصة اللي قدامي دي؟ مفيش لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم. في عندي كريتيكال واحده هشوفها بالانكريز والديكريز يعني هعمل تشيك للاف داش قبل وبعد ال1. فانا لو خدت فاليو قبل ال1 وليكن مثلا 0 يبقى دي هتبقى نيجاتيف 1 يبقى ده نيجاتيف يبقى ديكريز. لو خدت بعد ال1 وليكن 2 دي هتبقى بوزيتيف تايمز بوزيتيف يبقى انكريز يبقى لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم فاليو لوكال مينيمم at x equals 1. طب اللوكال مينيمم نفسها equals كام؟ هتاخد substitute 1 minus 1 0 power 4 plus 3 يبقى 3 يبقى البوينت اللي هي عندها اللوكال مينيمم اللي هي 1 و 3. طيب في ايه تاني؟ خلاص انا كده ما عنديش اي حاجه تاني. ما عنديش في الانكريز والديكريز تحدد الانترفال بتاعت الانكريز اهو انكريز لما الاكس بيلونج للانترفال اللي هي from 1 to infinite و decrease لما ال x belongs للانترفال اللي هي from negative infinite لل 1 و local minimum مفيش local maximum مفيش inflection وهي كلها convex downward. نشوف اخر سؤال تقريبا معانا question 28 في ال first session 2020 برضو بقول لي find the interval of increase and decrease and local maximum local minimum value. خلاص سؤال برضو مباشر واعتقد ان هو اتحل كمان برضو في الريفيجن اللي فاتت. هنعمل derivative يبقى هتبقى x power 2 del f dash of x equals معلش يا شباب هنا x power 2 minus 9 طبعا هنعمل ده equal 0 يبقى ال x equal positive negative 3. يبقى انا عندي على النمبر لاين هعمل check لل negative 3 وال 3. طب انا عايز اعرف increase decrease يبقى لازم اعمل check قبل وفي النص وبعد. في حاجة تانية في ناس شاطرين عارفين ان ده quadratic function x power 2 minus 9 يبقى هي شكلها اصلا في النص between the two solutions هتبقى عكس ال x power 2 وبره هتبقى سيحة. فبالتالي ده عندي increase decrease increase. طب ده local maximum عند ال x equal negative 3 local minimum عند ال x equal 3. طيب خلاص local maximum local minimum value بس كده. local maximum و local minimum value يبقى دي local max equals كام عند ال negative 3 يبقى هتروح substitute ال x ب negative 3 هتبقى third time is negative 3 power 3 ب negative 9 minus 9 time is negative 3 يبقى plus 27 تبقى 18 plus 3 ب 20 1 at x equals negative 3 ولوكال مينيمم equals كام؟ هتشيل ال x وتحط 3 يبقى 3 times 3 power 3 اللي هي 27 times 3 تبقى 9 minus 27 يبقى negative 18 negative 18 plus 3 اللي هي negative 15 at x equals 3.
كده يا شباب، يبقى احنا خلصنا الريفيجن بتاعتنا، وان شاء الله هلتقيكم في اجزاء تانية هنحل فيها اسئله برضو من اسئله الامتحانات، بقيه اسئله السنوات اللي باقيه تقريبا، فاضل 2021 و2022 في الازهر، وفاضل 2022 في اسئله الناشونال، بالاضافه الى بعض الاسئله التانية. زي ما احنا عارفين ان احنا هنستمر بقى بقيه السنه كلها بننزل كل فتره ريفيجن على شابتر في المنهج اللي احنا خلصناه، لان احنا خلصنا 3 شابترز كده في الكالكولس، الحمد لله انجاز عظيم جدا. فاضل لنا شابتر واحده ونبقى خلصنا اول فرع، وده مؤشر كويس ان شاء الله ان هيكون عندنا وقت كويس للريفيجن في الاخر. لكن عشان في الاخر ما نجيش نحس ان الدنيا اختلفت علينا، لازم نفضل نحل باستمرار في الريفيجنز اللي هي هتبقى في حدود 20 سؤال، 15 سؤال، 30 سؤال، يعني هنحط لها رينج معين نثبته، ومش هيكون كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.